نبتدي قعدتنا بأهم الأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع بالأمس تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، وده بيأهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين. كمان من ضمن أخبار امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث في دمياط. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لهذا القطاع المهم. تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين. كمان امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية اللي بتهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، خاصة من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة لدعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشرياً ومادياً بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة سير العمل بمدينة الأساس بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة. وأكد مدبولي أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأساس في مصر وتعظيم القيمة المضافة ودعم وتحفيز الصناعات المغذية له وتطوير مواصفات الجودة. امبارح برضه عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية. وأكد مدبولي ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا، دول الكوميسا ودول شمال وغرب إفريقيا. امبارح أكدت الحكومة عدم صحة التقرير المتداول اللي بيزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحة إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية. قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن التقرير المتداول مزيف وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسيوط تم تركيب 3000 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجاً. في مطروح كمان تقدم أكثر من 100 مشروع، وده للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء. كمان امبارح في الأقصر تم الإعلان عن إجراء 735 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية. وفي أسوان تم الموافقة على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي الفني. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم توقيع 55 بروتوكول مع الجمعيات الأهلية بمختلف مراكز محافظة أسيوط لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحي منزلية للأسر الأولى بالرعاية. وخلال العام الحالي تم تنفيذ ما يقرب من 3000 وصلة منزلية للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. في مطروح أعلنت المحافظة أنه في 104 مشروع تقدموا للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظة، ومن المقرر أن يتم غلق باب التقدم في 1 سبتمبر المقبل للبدء في تقييم المشروعات. في الأقصر شهدت المحافظة إجراء 735 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجاناً للمرضى غير القادرين بالتعاون مع كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده على مدار السنوات الماضية، ويتم دعم الخدمات الطبية خاصة علاج مرضى القلب نظراً لزيادة معدلات الإصابة وزيادة تكلفة العلاج.
في الشرقية أجرت مديرية الطب البيطري المسح التناسلي الشامل ل 3396 رأس ماشية والتلقيح الصناعي ل 975 رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية، وده في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية. فأسوان أعلنت المحافظة الموافقة على النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للالتحاق بمدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والمهني. في البحر الأحمر انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثالث لحملة بلدي أمانة اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، وشهدت هذه الفعاليات استهداف 24,535 فرد من السيدات والرجال والأطفال في مدن متعددة بالمحافظة. في الدقهلية شهدت المحافظة توزيع أجهزة تعويضية لـ40 حالة من ذوي القدرات الخاصة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي، وده وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم ذوي القدرات الخاصة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة ليهم.